كوكايين يا عزيزة. أديكي شرفتي هنا تاني. ما هو ده اللي فارسني يا أختي. أنا مش فاهم البت المفقوسة دي طلعت منها إزاي. لأنها بنت ناس كبار وراها ناس أكبر منهم. ده أنت على كده بقى ما طلعتيش بنت أكبر ناس في مصر عشان أنت مشرفة هنا معانا. لا يا حبيبتي، أنا شرفت هنا بمزاجي بدل ابني. كان لازم حد فينا يشرف، قلت أشرف أنا. بنت بلد جدع، أم بصحيح. كوكايين يا عزيزة. يا أختي كوكايين يا عزيزة. طب عملتي إيه لما روحتي المازن؟ ولا حاجة. عزمني هو واللي اسمها لورا دي على حاجة يا أختي كده اسمها شوسي. ماي جاش، ماي جاش، دي حاجة اللهم احفظنا. معرفش يا أختي الناس بياكلوها ازاي، دي ريحتها معفنة. الكوكايين؟ لا الشوسي. بقى عايزة تجري في كوكايين مرة واحدة. وهما بيتاجروا فيه على كم مرة؟ ولا كنت اخد له الثانوية العامة؟ وبمجموع، ومش أي مجموع كمان. انتي فاكرة الحشيش؟